لو غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ثم جاءت إلى القاضي وقالت إن زوجي غائب عني، فيمهلها القاضي فترة من الزمن، ثم إذا زوجها لم يأتي إلى الآن، فالقاضي هنا إيش؟ يحكم بالطلاق، يحكم بالطلاق أو يحكم بالوفاة. طيب يقول خلاص نقضي بأنه توفي ثم تعتد عدة وفاة ثم بعد ذلك تتزوج غيره لو رجع زوجها بعد ذلك. وهذا حصل في عهد عمر رضي الله عنه. في عهد عمر جاءت امرأة إلى عمر فقالت إن زوجي غاب ولم يرجع، فقال لها عمر ايتيني بعد 4 سنوات، فأمرها أن تنتظره 4 سنوات. فبعد 4 سنوات جاءت إلى عمر قالت إلى الآن لم يرجع، فقال لها عمر اعتدي، يعني عدة وفاة، فاعتدت عدة وفاة. ثم جاءت إلى عمر قالت قضيت عدتي، قال تزوجي إن شئتي، فتزوجت. بعد الزواج جاء زوجها، فلما جاء زوجها وجد عندها رجلا، ما هذا؟ قالت اسأل عمر. فذهب الرجل إلى عمر فخيره عمر بين أمرين، إما أن يدفع المهر للرجل الثاني، لأنه دافع مهر الزوج الثاني، إما أن يدفع المهر للزوج الثاني ويأخذ زوجته، وإما أن يعطوه هو المهر الذي دفعه حتى لا تأخذ الزوجة مهرين من رجلين. واضح ولا لا؟ قال إما أن ترد مهرك وإما أن يرد الرجل مهره. قال تدفع المهر للرجل وتأخذ زوجتك، أو يدفعون لك المهر وتطلع منها وتروح تزوجك واحدة ثانية. فقال يعطوني مهري، فأعطوه مهره وخرج. فهنا في هذه الحالات في مثل هذا النكاح الفاسد إذا رفض أن يطلق قال ما نطلق، قلنا نكاحك فاسد، قال لا في قولنا نكاحي صح ما نطلق، فهنا يجبره القاضي، إذا رفض يطلقها القاضي، يطلقها القاضي عليه. وهذا يسمونه يعني طلاق القاضي، يسمونه طلاق القاضي، هو طلاق بائن بينونة صغرى، طلاق بائن بينونة صغرى، ليس له أن يراجعها، لأنه الطلاق الرجعي الذي له الحق أن يراجعها، طلاق القاضي لا يراجعها فيه زوجها. نعم.